دلتا النيل. هي دلتا تكونت في شمال مصر، أي الوجه البحري، حيث يتفرع النيل إلى فرعين يصبان في البحر المتوسط، فرع دمياط في الشرق وينتهي بمدينة دمياط، وفرع رشيد في الغرب وينتهي بمدينة رشيد. وهي واحدة من أكبر الدلتا في العالم، تمتد من بورسعيد في الشرق حتى الإسكندرية في الغرب، وسميت بالدلتا لأنها تشبه المثلث، وهي تشغل مساحة 240 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط. وتتميز الدلتا بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة في أي وقت. يبلغ طول الدلتا من الشمال للجنوب حوالي 160 كيلومتر، وتبدأ الدلتا من الجنوب بالقرب من مدينة القاهرة عند القناطر الخيرية. كان قدماء المصريين يسمون الدلتا تا محيط، بمعنى أرض ناحية البحر. وكان تاج ملك مصر السفلى في عهود الفراعنة هو التاج الأحمر. عاش الناس في دلتا النيل منذ آلاف السنين، وكانوا يعملون بالزراعة لمدة لا تقل عن 5000 سنة. وكان نهر النيل يفيض مرة كل عام، ولكن بعد إنشاء السد العالي تجنبت مصر خطر فيضان النيل. وإن ظهرت حديثا بعض الدراسات التي أظهرت بعض الآثار السلبية لبناء السد العالي على البيئة والتربة، تم العثور على حجر رشيد عام 1799 في مدينة رشيد الساحلية التي تقع في غرب الدلتا، وهو الحجر الذي فك طلاسم الحضارة الفرعونية القديمة. أيضا كان الصليبيون يهاجمون مصر من حدود الدلتا الشمالية، حيث دارت المعارك بين المصريين والصليبيين في مدن الدلتا، وأهم هذه المعارك كانت معركة المنصورة وفارس كور التي انتصر فيها المصريون، وتم أسر ملك فرنسا لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة. تكونت الدلتا بفعل طمي النيل الذي كان يأتي مع الفيضان من منابع النيل وينتهي به المطاف عند البحر المتوسط ليرسب الطمي مكونا يابسا، ومع الفيضانات وكثرة الطمي تكونت الدلتا. تتخذ دلتا النيل شكل المثلث عند النظر إليها من الأعلى. الحدود الشمالية للدلتا تآكلت بسبب تناقص كمية طمي النيل الذي منه تكونت الدلتا وبسبب البحر المتوسط. وأيضا والأهم، كان السبب الرئيسي في التقلبات هو منسوب سطح البحر العالمي، والذي لوحظ أنه ارتفع خلال القرنين الماضيين بحوالي 30 سنتيمترا، وبالتالي نتج عن ذلك كله أن تكونت بحيرات ساحلية، أهمها بحيرة المنزلة في الدقهلية وبحيرة البرلس في كفر الشيخ. وقد أصبحت الأرض الزراعية أقل خصوبة بعد إنشاء السد العالي، وبدأ المزارعون في استخدام الأسمدة الكيماوية لسد النقص في تغذية التربة. تصل التربة السطحية في الدلتا إلى 70 قدم عمقا، وتتدرج خصوبة التربة من الجنوب إلى الشمال، فنجد الشمال تقل فيه خصوبة التربة بسبب الملوحة الزائدة. في العصور القديمة كان نهر النيل يتفرع في الدلتا إلى 7 فروع، لم يتبقى منها الآن إلا فرعان نتيجة مكافحة الفيضانات وانجراف التربة. وهذه الفروع هي من الشرق إلى الغرب: أولا البلوزي، ثانيا التانيتي، ثالثا المنديسي، رابعا الفاتنيتي أو الفاتميتي فرع دمياط الآن، خامسا السبنتيني، سادسا البلبتي، سابعا الكانوبي فرع رشيد الآن. خلال فصل الخريف تغطى أجزاء من نهر النيل باللون الأحمر الذي يميز أزهار اللوتس، ويتميز نهر النيل أيضا بالنباتات التي تصنع منها أوراق البردي التي لم تعد متوفرة بكثرة كما كانت من قبل. تأتي مئات الطيور من جميع أنحاء العالم في فصل الشتاء إلى دلتا النيل، وأهمها أسراب النورس التي تأتي بأعداد كبيرة جدا، وتتخذ أيضا بعض الطيور الدلتا موطنا لها مثل مالك الحزين والزقزاق. تنتشر في دلتا النيل أيضا حيوانات مثل الضفادع والسلاحف البحرية والناموس، وكانت توجد من قبل تماسيح النيل التي اختفت تماما من دلتا النيل، والعديد من الأسماك النهرية. أهم الزراعات في دلتا النيل: الأرز، القمح، القطن، الذرة، البرسيم، الفواكه، اللب،
وغيرها من محاصيل المناطق المعتدلة. يسود في دلتا النيل مناخ البحر المتوسط مع سقوط الأمطار في الشتاء، ولكن ليس بكميات كبيرة. يعد شهري يوليو وأغسطس من أكثر الشهور حرارة في الدلتا، حيث يكون المتوسط حوالي 30 درجة مئوية وأقصى درجة حرارة 48 درجة مئوية. في فصل الشتاء تكون درجة الحرارة عادة بين 5 درجات و15 درجة مئوية، ومعدل تآكل تربة دلتا النيل هو 50 كيلومتر كل عام. وبحسب التقديرات فإن دلتا النيل ستختفي تماما بحلول عام 2550. محافظات الدلتا: الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ.